الله، هناخد النهارده يا اولاد الدرس الثالث في العقيده، ان هو ايه؟ التسامح. قصه التسامح. مر على سفر الجد 3 اسابيع، ثم رجع فاخذ الاولاد يحتضنون جدهم ويقبلونه. لاحظ الجد ان عمر لا يتحدث مع مريم، فساله. قال عمر: اريد مشاهده مباراه كره القدم، ولكن مريم غيرت القناه. قالت مريم: كنت اشاهد برنامجا شائقا من قبل، فتشاجرنا وجاءت امي واغلقت التلفزيون. قال زياد: رفض عمر ومريم الاستماع الى بعضهما فتخاصما. وردت مريم وردت فريده: نعم، وقد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن التخاصم في حديثه قائلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. يعني ايه بقى يا اولاد الحديث اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قاله؟ يعني ان احنا ما ينفعش نخاصم او نترك اخانا فوق 3 ايام، يعني ما ينفعش نخاصم حد فوق ال3 ايام. وخيركم من يبدا بالسلام. يعني ايه يا اولاد خيركم من يبدا بالسلام؟ يعني اللي يروح يبدا بالسلام الاول ده بايه؟ ده اللي بيكون ايه؟ كويس. ففي الاخر خالص، فاعتذر مريم ايه وعمر لبعضهما عما بدر ايه منهما، اعتذروا لبعض وايه واتصالحوا. هناخد السلايد اللي بعديه يا اولاد الاسئله. اختر مما بين القوسين. مر على سفر الجد كام؟ 3 شهور ولا اسابيع ولا ايام؟ هتبقى ايه؟ 3 اسابيع. كان عمر يريد مشاهدة فيلم ولا مباراة كرة قدم ولا مسرحية؟ كان عمر يريد مشاهدة مباراة كرة القدم، هنختار مباراة كرة القدم. أغلقت الجدة ولا البنت ولا الأم التلفزيون؟ أغلقت الأم التلفزيون. كده يا ولاد احنا خلصنا ايه؟ درس التسامح.